طبعا هذا التصاميم موجوده يجوز من قبل 15 سنه. والله ما اعرف التصاميم. اي لا من امانه بغداد، بس الهمه صارت والجديه من هاي الحكومه مشت الامور. سابقا بس سوف وراح نسوي وما ادري شنو. الان شوي صارت جديه وضغط رئيس الوزراء الحمد لله مشي. 10 مشاريع قاعد تشتغل. يقدر يسوي 20 اكو امكانيه بس 10 تخترق بغداد. اي صحيح. اللي بين واحد وواحد مسويها. بشر بخير انه شغلكم شفتين او ثلاث شفتات يعتبر اذا من الصبح الى 10 ساعات ب 10 ساعات. ساعتين الظهر استراحه ساعتين بالليل. اي. بس مو الكل، اكو ناس يعني مجبره ان تبقى الظهر تشتغل. مستمرين. يقدر يقدر. بالي بالي. على كل حال عاشت ايدكم مبارك الله بكم موفق ان شاء الله لان هذه تعتبر فد معضله هذا اللي يطلع للموصل سبع طرق اي شلون هاي السيطره الجسور وهذا ان شاء الله خير شدوا عليه.